هاي انتيكه اخوي. والله قديمه صح. لا لا انتيكه هاي صح جدا. لا لا حلوه شباب تراث. قل لي هذا الرسوف. طيب انا ايش شايف قدامي؟ هذا جميل اللبن. جميل لبن الجميل صح. صح. وهذا عدس وجريش. عدس وحب الجريش. يعني حاسس انا انه في شبه المجدره شوي اللي هو العدس والرز. هذه يعني عدس وجريش بس ما فيها هذيك رز. بعد ما سلقنا الجريش والعدس نحط عليه اللبن. اوكي اللبن على يكون شوي ساخن. ويفضل انك ما تنزله هاي لانه بده 3 ساعات ونص 4 ساعات مش بالانتيكه. خلاص شباب ضبوا لي اياها. انا هاي يعني انا بقول ضبوا لي اياها يعني تروح فيه دايركت احسن. ايوه انا احتياطا خليني ارجع لورا. ايوه انا احتياطا اعمل ايه لا يا عمي شيف اديره كله. كله طيب حنا نتحركه شوي ونروح نحطه على النار شويه لنقدح السمنه ونحط معاها كمان. احط كمان يا عم. حاضر حاضر والله لا احط كمان والله من عيوني. انت بتعشق السمن اصلا كويس بس انت ما جربت الرشوف من قبل. اسمع انا بدي اقول لكم قصه مره في يمكن الموسم الاول من أزكى أكل في العالم في بداياتي في اليوتيوب كنت بصور حلقه وفي حجه اردنيه الله يعطيها العافيه قاعده بتسوي المنسف ومسكت علبه زي هيك ومعاها سمنه بلديه وصارت تدير في السمنه على الجميد وبعدين فتحت موضوع مع بنت مع مرت ابنها وخلصت السمنه الموضوع ما خلص سك شالت جابت علبه جديده وهي تحكي بالموضوع وانا بطلع يا رب الموضوع يخلص عشان اخلص حط سمنه على المنسف. طلع الموضوع هو انه قد ما في مواضيع تحكوا فيها مع بعض بتحط سمنه. من هيك طلع لي. عجيبه هاي الاكله عجيبه. اسمع ايش هذه اكله يعني يمكن ما توقعت انها موجوده في الدنيا. لو تقول لي انه في اكله هيك عدس وجريش وبنحط عليهم حمص وقرع ولبن اللي هو الجميد وسمنه بلديه في مشروعين مع بعض. هاي الاكله مشروعين في بعض. يا سلام عليك. مش عارف شو اقول لكم شباب صراحه. اليوم حناكل اشياء زاكيه من ريحتها ومن شكلها ومن النفس الطيب اللي وراها. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت ضيف عزيز غالي يا باسل. هو اغرب شيء انه فيه فلفل. اهلا وسهلا يا باسل. الله يحييك يعطيك الف عافيه. الرشوف قبل المساء. حاضرين سيدي حاضرين. مساء خربطه ما بين خلينا نقول مشتقات اللحوم والمشتقات الطبيعيه 100%. انا لفتني انها اكله نباتيه. هاي عنصر ما فيه اي مواد حافظه او مواد. الجميد هو جميد بدون لحمه. بدون هاي هيك بتحس بطعمته انه جميد بس ما فيه العاده. الجميد هذا جميد المنسف هو جميد وما في لحم. دخل فيه الزفر الذهب هيك بدينا ندخل في الرشوف. حلو نمسك هون بدي اياك تطول الفت فيه. هذا بس العدس والجميد والجريش واللبن والسمن والحوايج التوابع اللي هاي والقرع والحمص الحب معه. انا دفيت. انا دفيت على اكله بتدفي. هي العادات التقليد انك تاكل باليد بس اذا مو مرتاح نجيب لك. لا 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 انا باكل باليد لا ما عليك. هاي البصل اضرب بصل محم اطلع مرتب. اضرب قرع محم. اضرب قرع. اضرب ليش لا؟ اضرب شغله جديده بناكلها اليوم. هذا الفتيت. هذا الحين انا قاعد باكله فتيت. رشوف عفوا رشوف. رشوف. الفتيت الاباء والاجداد. هاي اكلاتنا بسم الله. اكله غريبه عجيبه. غريب عجيب كل الاشياء هاي في بعض. الطعم طيب الطعم بجنن. بس غريب انك تاكل هاي الاشياء مع بعض العدس والجميد مع بعض. انتم متخيلين انه في عدس في جميد وما في لحمه. هي اكله القرع اللي بدل عن اللحمه اتوقع فيها. إيه اقول لك لو ما في منسف قدامي والله لاكملها واقوم بالسد اللي قدامي. فعلا اكله خفيفه. العدس الجريش يا الله انا حاسس فيه يمكن 15 اكله في بعض محطوطين هون. اللحمه 10 من 10. لحمة رهيبة رائعة طيبة جدا. أوه. طعمتها فيها على طول. عشان هيك الشراب. عشان هيك الشراب. ما بدي أحس بأنه الشراب نكهته كتير أقوى من هيك. لا مبسوط فيها. تفضلوا معنا شباب. تفضلوا يا دحبرها يعني دحبرها. أخوال العريس أخوال العريس تفضلوا معنا. هاي العريس وهي أخواله تفضلوا. يلا.
أنا اليوم أكلت منسف ما حدا أكل من هذا المنسف إلا اللي كان معزوم معنا في هاي العزيمة، لأنه هذا منسف مش موجود في أي مكان، مش موجود كل يوم، مش موجود عند أي حد. أكلنا منسف، الله يعطيه العافية أبو مهند، الله يعطيه العافية مهند، الله يعطيهم العافية أهل مادبة جميعا. منسف يتلخص في هاي الكرة اللي قدامنا، أنا إيدي وسخة خليني أغسل إيدي، وعكوباية الشاي نختم الحلقة. أنا أكلت منسف كتير زاكي، تعرفت أكل كتير زاكي اسمها الرشوف. أسلم إيديكم يا أهل مادبة. قال يا معزوم في مادبة إيش بتاكل؟ تعال على مادبة بتعرف إيش بتاكل، ومع كوباية الشاي. مهند حبيب قلبي، شاي أبوك أزكى من شايك الصراحة. سلم إيديك، فخر إلنا كلياتنا، الله يعطيكم العافية أهل مادبة. شكرا لكم، شكرا لكرمكم، شكرا للطيب اللي عندكم، وشكرا لحفاظكم على هاي المدينة وجمالها ونظافتها. الله يعطيكم العافية، شكرا آل السيوف، الله يعطيكم العافية. شكرا أخوي مهند وأبوه وإخواله وأصدقائه على هاي الاستضافة. حلقة اليوم خلصت، لساتنا مكملين في معزوم، نشوفكم في حلقة جديدة. سلام عليكم، وفي كل يوم في الحياة معلومة جديدة، وفي كل حلقة بنكتشف وجبات جديدة وبنتعلمها. واليوم تعلمنا الرشوف، وتعلمنا المنسف المادباوي، وتعلمنا الهمة العالية من هذا الشاب الوردي. تصبحوا على خير.